بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله إلى آية الطبانية الصدح إلى آية اللباطانية السقال سورة فصلة ترسيقه روحينه الدنبيه الله سبحانه وتعالى إلا يدو المعهد كقالوا بإحسان الله أرضضه لو معلومات كو ابوري ودد او ييليسان لحديده ارضده وحبو كو ابوري وبرواكو كدغاي ثم سوا الله وحو قستي الى السماء السماء وهي دخان بخور ايتهاي فقال لها وحو كويدي ارضدي هي سمدي قال لها وحو كويدي لها سمدي وللارض ايتيا كاله طوعا خيار كين او كرها اما قصب كاله يعني كل بوادي منيس كاله وحا لولا جيدا waxa dhexdiina lagu abuuray mid walba keen oo ardhadii ay nabaadkii iyo biyihii iyo wixii laga rabay keen samadii ayna dayxii iyo qoraxdii ha soo wada baxaan qaalata waxa dhaateena nimid dayxina anagoo gadlula yaano nimid oo wax walba ogol faqadahunna alla samooyinkii wuxuu ka ahaysay sabca samawaatin toddoba samo fi yawmayn laba maalmood gudahood waa khamiis iyo jumaa ووحاوه أمر كسي ووحيودي في كل سماء السماء الأرك أمرها وحقبت كادي وحي لقرت بيني قبت أمر كادي وزينا السماء الدنيا السماء دون وان قرحيني بمصابيحة نلال بانكو قرحيني وحفظا وحفظنا وان حفظنا حفظا إلال ذلك ما ملك انت لأيك تقدير العزيز الله عزيز حكم كسي ويان العليم إيوغا فإن عرضوه markaad saa u waaniso fayna arabu haday ka jeetadaan xaqii faqul waxaad ku tiraahdaa andartukum waxaan idin ka digi saaiqatan iqaab chaa iqaab sabada ka imanaysa oo misla saaiqati aad wa thamud fi aad iyo fi thamud saaiqadi ku dhacday oo kala saaiqadu waa dhawa id waqti ee saaiqadu ku dhacday jaad umur rusul rusushi ay u yimaadeen min bayni yadayhim hortooda oo min khalfihim gadaashooda waxa looga jeedaa min bayni yadayhim oo min khalfihim magaalooyinka hareerahooda oo dhan min bayni aydihim wa khalfihim dhinac walba uga yimaada magaalooyinka hareerahooda oo dhan bay fusiri joogtaan tafsiir kala jiro min bayni aydihim oo min khalfihim kuwii waqtiga iyaga ka horeeyay iyo waqtiga ka dambeeyay labada way imanaysaa mid hore tafsiirku u badan yahay إذ وقت بينيين جاءتهم الرسول أبتهم من بين أيديهم هرطولة يوم خلفهم قداشة لنعوى الباء أي الرسول شيء كتبته رسول ولي بوحولي ألا تعبدوها عابدنا إلا الله ألم ويه قالوا وحيده لو شاء ربنا ربك يهدو دونه لأنزلوا سودة جن لها ملائكة هدو ألا دونه ينو رسول صادر ملائك صادر لها بشر ما صادرين فإن أنه بماكي أرسلتم به إذن لدرين كافرون وكا قالوا نبيدا الله سبحانه وتعالى مركي لو دغاي وحاد او شيغتا وحان ايدين كدغي صاعقه عقاب صعه سمده كتيماده قتي في عادي في سمود كو دحديا في عادي في سمود فسوشه وحي بينيين دلع والبا فسوشي با كجبتا دلع والبا حق والبا يا حق والبا بركا رسول ولي بي وحي الله وحان اين عابدين بركا سيدي هادو الله سو دجينا رسول دي ملائك بو كيني لا بشر ما كيني bashar ku anagu buuban la mid yahay rusushiyay waxa la idin la soo direen anagu diidnay markay sida yiraahay way markay ciqaabtu ku dhacaysay xaq markii la diido yaa ciqaabtu ku dhacay nabiyullaahi muuse intii kooreysay ciqaabtaas aad dhacayso khalqiga lagu baabeenayo laakiin nabi muuse markii la soo gaadhay tigidba jihadka sharci aha ciqaabti baabintahay ma jirin ciqaab kala jirtayo abaar iyo isku horimaatin iyo colaad iyo waxa sa jiray فإن عرضوها دي كجية تذان حقي مركات الشيكتو فقلوا حاتلا أنذرتكم وان إذن كدقي صاعقة عقاب هنقرة ومثل صاعقة عاد وثمود في عاد يرهنتم الصاعقة دي كل عضي إذ وقت با صاعقة دي كل عضي جاءتهم الرسول الرسول شعي أتمد من بين يديهم حق هراء يوم خلفهم قداش هراء يدنع والبا أي الرسول شعي أتمد ألا تعبدوها عابدينه إلا الله ألم ويه قالوا وحيدا لو شاء ربنا ربك يهدو دون أيوه إنه الرسول صادره
لا أنزل ملائكة الملائكة بصدر لها بيدي فإن أنقل بما أرسلتم وحل إذن لدري به شيئا كافرون وكجالون بيه لبدي قول مركة سيدان الله قال فأما عاد رعاد فاستكبروا ويكبرين في الأرض للك بغير الحق أودي أي لهايين يحوقوا دي برواقدي يبغير الحق يردره وكبرين وحان أقمنين وقالوا حي لهدين من أحد كيف أشد النقاء عدك منا حق يقوة الحق أود الله وحليها ولم يروا مياني أقين أن الله الله الذي أله خلقهم أبوري هو الله أشد إنه كأدقها منهم حق قوة الحق أود وكانوا وحينا أهايا بآيات الآيات هي يجحدون كوة دي دي بآيات في عاد سيدة الله قال ويكبرين نبي الله هود بن عبد الله يا الله دينا ماشان أحقاف الإله يما كوفرطة يما نادا dad aad u far badan oo xog badan oo cimri dheer bay ahaayeen oo xog badan waxay yiraahdeen anaga yaa naga xog badan daya naga awood badan ba marka waxay ilowsan yihiin allee abuuray inuu ku xog badan yahay kiya abuuray iyaga abuuray marka ayadihii allana way diideen riicad markii abaar ba ku dhacday abaar markay ku dhacday baa la yiri warsadaan yeela wafti bay direen oo yiriin kaacbada inta tagsan inoogu soo ala mariyo nin arab ah abti u yihiin oo kaacbada sukadeeda degan yaa u tageen oo ninkii bay adu wax bil ku dhawla joogeen oo khamrigu siin jirayo marka maalintii dambe marka deetag uu kula dhici waay iga tago uu kula dhici waay gabadh buu heesu dhiibo yiri ku dul hees hees macnaheedu yahay feelkiini uu baabay idinkuna halkan aad fadhidaan hees macnaheedu yahay way dhaqaaqeen oo kaacbada ay tageen waxa la leeyahay laba shay baa la siiyo bidoorto kiimadu baba idoorto way soo kaceen markay yimaadeen meeshii uu jarba xaga ka soo kacay falamma raawu aaridan qalu aaridu mumdiruna bihi wa roob nooda ayabeedi roobki wuxuu noqday ay filayeen dabayl xoog badan oo qabow oo dhawaaq dheer uu roobki noqday waxaa lagu diray sab'ata layali wa thamaniyata ayyam maalin arbaco ku bilowday baa lay arbacada arbacadeedii intaas ku waday markaas ay ka naqlin muqacir geetimira sida u jajabay oo daatay yey noqdeen nabi ilaahu naalku ku kanta wuxuu ibn abdullah arabu aha anbiyaada inta rasuul shabaq cod inay soo gaareen afar baa arab ahayd huud ibn abdullah iyo saalih iyo shuayb iyo nabi ilaahi maxamed ya arab ahayd faama aadu raacad fastagbaru way kibreen حقي بيك كبير في الأرض دولك نحديث بغير الحق حق دره وحانو قمانين وي وقالوا حيرين من أحد كيف أشد النقاعتك من حق يقوة الحق أود الله وحليها ولم يروا مياني أغين أن الله ألي الذي أليه خلقهم أبوري هو يسوي أشد إنه كأذقها من حق قوة الحق حق وكانوا حيها يتعاد بآياتنا آياتها يجحدون كودي بآياتنا يجحدون ذي كتعلق فارسلنا وحان ku diray buu alle yiri aleem du soo dhaafay xan dabeyl sarsaran oo qabow oo cod dheer si ayaam in maalmo gudahoodna xisaatin oo maalmo baasa maxaan ugu diray linudiqahum inaan dhadhansiyo adab al khizi adab ka dulliga ah ee dulleynay fil hayati deeno la shaando inay adab ku dhadhamiya wal adab al akhirati akhira adab kada akhza kasi dullein badan oo miyagana la yusaro loo gargaar mahayga dabaysha sa lagu diray way baabe todoba habeen iyo sideed maalmood bay dabayshaasi ku socotay markaas ay baabeen waxba dhawaa laga waayay nabi laahuud iyo intay raacday way ka baxeen marka waxa saa lagu diray waa maalmo baas weey ah oo tataaliyana waleeyna maalmo isdhaacsan marka waa yawmu naxsi weey yawmu naxsi farsalla waxa ku diray aleehim ala aal fiixan dabayl sarsaran oo qabow oo cod dheer في أيام المعلمة قدوهن حسات أو معلمة باسة محان أغد ريبو ألا لنذيقه من أن ندنسيه وأن ندنسيه عذاب الخزي عذاب كي دلقها عذاب دلية في الحياة الدنيا نولشان دو إلا تشوه والعذاب الآخرة آخرة عذاب كي أخذها كسي دلين بضن وهم يقن الله يسرون له قرقار مهيا آخرية دون تونة قرقار هير مهيا وما ثمود في ثمود فهديناهم وانهرون انه حق بانو عدينا والرسول بانو ادري فالصحابو حيث على دينو يكدورتين العمى
شرك جي إن دل أنتي على الهداهنون كل عدي فأخذت محاقبة صاعقة العذاب صاعقة عذابه وحوي العذاب يصاعق ضواعس المد وبس منصوف كي يستفادوا لشو دافعين صاعقة هي العذاب عذاب كألفوني الدليني بسبب ما شيء سببت بعقاب تاسعود عليه كانوا أهل يكسبون قوة شقيستا بسبب ما شيء سببت كانوا أهل يكسبون قوة شقيستا ونجينا ونبت قلنا الذين كوا آمنوا مؤمنوا بي والصالح راعي وكانوا أهل يتقون قوة الله ذكبه مركوا حاس بربر نكتا الله عذاب في سوى حلقة نبت قلنا إيو وحلقوا مطلبة مش بربر إلا إن قال لنا الله هذا يعني وحن إن قال لنا شيء جاي خير سميد الله وحولي وان هنوني يو حقي بانو شاقوا الرسول بان أدري markaasay in dhalaantii iyo jahligiiba waxay ka doorteen hanuunkii marka waxa qabatay saaciqatu al-adabil huni saaciqa adabahu sa'ahu lagu dhawaaqay oo hada abdulleeyo way waliba shaqadoodii bayna waxa ay ku gaadheen allahumma zulmi subhanahu wa ta'ala marka inaga la ino soo dhigaya waxaan oo dhan war waxa saa jiray waxaad kala doorata xisbiga aad ku beereyso waxaad naar kaga nabadgali iyo waxaad النار كوجلي كله أجو، وما ثمود فهي ثمود، فديناه وان هنونه حقي بانوشيعنا الرسول بانو دري، فصحبو وحيت على ذن الدورتين العمى إن الآن تواجه لجي يشرك لي على لدهنوك يحقي بك الدورتين، فأخذت محاقبة ساعقة العذاب ساعقة عذابه دواق والقول دواق صيحة واحدة الهوني أولي بدليه. بسبب ما شيء سبب تكانوا أهل يكسبوا ركوش قيسوا قال لي ما ديها ونجينا ونبتقل إني الذين كوي آمنوا مؤمنوا بي وكانوا أهل يتقون ركوش ربي قد كبغا دعا دعا لي إيمانك يالنار تلقى بحث لا جنة دانا لقوقها ويوم مالب بل هدان الشيك بان نبقى لقوجني يحشر الله الشيرين أعداء الله إلهي عدو بيس إلى النار النار تلقى شيرين حق النار تلقى كحين فهم يغن يوزعون واليسعلين su'aalita ma taqaan loodo markay aroor tahay yeyna kala baxsan ba la leeyahay qaad ba hore u sii talaabsanay xaq horan waa li su'aal xaq adman waa la kaxay say u wada socoto waa li su'aalin hatta ila ma jaawha naarti markay tagaan ay dul tubmaan shahiida waxa ku marqaatay kici alayhim dushooda samcuhum maqalkoodi iyo absaaruhum indhahoodi iyo juluuduhum hargahoodi iyo xubnahoodi oo dhan bimaa shay bay ku marqaatay kici كانوا هاي يعملون كوا عمل فلا. نقول محمد عليه الصلاة والسلام ما لين بع النبي قصلي. يس صحابته أركان. وعلو المادي ويديسان وحنا قصلي. يا رسول الله بما ضحكت ما حد قص شيء بعيد هذا. ضاد. الله يوم قال ذا أول حيسا. يا قصلي بقول. نكهي قال كاه لنارك وحده إلى هيوم. إن هذا الظلمين سوي ما ذنب الله قادنها. ما أنت وحنا أنا كاه مرخاته الأقبل يا متشرو. يودي. Bagaasho alla dhihi oo ariga iyo malaa'ikta iyo miyadan aqbalayn may ma aqbalay afki baa lagu oodo xubniisa baa ku marqaatay marka kanu igu sameeyay waxa sabowdada oo hor hadli baalay bawdada bawdadu meeshii xaraamta laga sameeyay bay ku agtaala bawdada oo hor hadli baalay waa hadiis markaas ay ku marqaatay markaa di maxaa dhici toona yawma maalin husn yuhsharu lashirin adawallahi alla aduwisa wa gaaladiye ila naari naarta xageeda loo shidin oo loo kaxayn foom yagu yuusuuna waa li suucilin si ayna u kala badine hatta ila ma jaawha markay naar sa yimaadaan shahiida waxa ku marqaatay kii calaam dushooda samcuhum maqalkooda wa absaaruhum indhahooda iyo juluuduhum harkooda iyo xubnahooda sabab ma shay sababti kaanu ayeen yaamaluna kuwa amarta markay inaga waxay ino tahay xubnahaaga kugu marqaatay kii doone waxa xubnahaaga ha tusin حبنتي بالمركة على هذا ويل لكن إذن كان يدين دفاعي إذن نواذق مرخاتك عيسى بين هذا وقالوا حين إن من كل مرخاتك عي لجلود مركوه هذه يحبنه هذه وحيكوه إلى هذين لما شهدوا محاضنا وقوم مرخاتك عدين علينا دو شيئا قالوا وحينا حبنه أنطقنا الله ألا نجاه لي الذي قال له أنطقك أهلي كل شيء شيء لألك كل كالي وهو الله خلقكم إذن كلفتين كإذن أبو روي الأول مرة مركي أبو روي وإلي حقي سالة ترجعون اللي ذين علي أنا بيدوش كثارة حبني مركي أفكر الله فرعي
يعني أنتوا شكسارين وريد كان يدين دفاع عينه ما حد نقوم تخطيك عليه وحجر يلاهدين ودي الله نجاه اللي يبيدنا الله عيد وال شيء والبكاه اللي يا نجاه اللي يبيد يدين كان يدين أبو راي مركدي أنا خيار كي يكمنا خمنا هاللي بينه وقالوا وحين هندتك إلى النار كها لجلود مركوه دي وحي كوي لاهدين لما شهدتم حاضر قمر خاتك علينا علينا دو شيئا قالوا حير حبنه أنضغنا الله الله ما نجاه الذي قال له أنضغ كهلي كل شيء شيء ولا أربع كله وهو قال أنا خلقكم ويدنا بوري أول مرة المركي وقور ريسي وليه حقي ترجعون الذين علين دونا وما كنتم تستطرون وما كنتم ما إذا نهاين داد كان إلو النار كأهو تستطرون كوا إسكاق قرين يوكردو مني أن يشهد إنه كمر خاتكم عليكم دركهين سمعكم مقلكين ولا أبصاركم إدهين ولا جلودكم ولكن ظننتم بحادم ملايين إسان أن الله ألا لا يعلم إنه أغين كثيرا إنبضا أو مما كي أتعملون على العمل فليسان ساسا إذن الله إدمالي مركا هذا الكرم علماء غاربا وحيدهن حبنه باير لكن الله باير مياد حبنه إنه إسكا قرين إسان موحد موضي إسان إنه إنه وحبذا أو تسمين إنسان إنه الله كقرسون يهمي إذن الله على ودن أركي شيخ ريتشيك سيقادة بحالي قويني صدحني نحر في سويني ولو مال إلا أتقو كسو خلوه نمبع صور نخلي عود شيخ مال إلا بواسوه وعيبون مالو البا الله مبا يأركبون إلا تشوهون مال إلا بسوه وعيبون واسحوين حبنا هاقا كردومو حبنا هاقا خير مو يشرها تسن حبنا هاقا لواني يقا كومر خاتك عشر كإلالي إنا تصطر وما كنتم ما إذا نهين تستطرون كوا إسكاء السوري وكبقي أي يشهد إنو كمر خاتكوه عليكم دوشينا سمعكم مغلقين ولا أبصاركم إدهين ولا جلودكم هرقهين ولكن ظننتم بحاد أم ملينيسين أن الله ألا لا يعلم إنو نؤغين كثيرا إن بدنوا مما تعملوا واحد عمل فنسان ساسا إذن الله وذلكم ملهاسي ظنكم مليه الذي مليه ظننتم أدم أم ليسان بربكم ربكين يارداكم إذن هلاقي فأصبحتم محاضرة من الخاسرين لكم خساري وعشان يرى عراب يربع أباتي ذلك هو مبتد ظنكم من هو القبض لي الذي هو اسم موصول أرداكم تاسا خبر كيا وذلكم كاس ملاهاسي ظنكم مليه إني الذي مليه ظننتم أد أم لينيسين بربكم ربكين وإنونا إذن أغينا أد أم لينيسين يارداكم إذن هلاقي فأصبحتم محاضرة من الخاسرين لكم خساري مركم ملوناقة حديث القدس بقى وحويه أنا عند ظن عبدي أدون كي وحوي كم ملايست أمبارح مركم الله ونا وح وناكسن مركات كم ملايسته وح وناكسن بعد سمين الله وح مركات كم ملايسته أنا شرب بعد سمين مرك الله ملوناكسن كم ملايسوي ملحونا كم ملايسنه في يصبروا حتى يكون صبر على النارته أيات كيسان في النار والنارته مثوى المكان هو يدو اللهم يك ويسعتبو هذا إسعانتان وعذر دار شيكتان فما هم ما أها إياه من المعتبين كوالك عذر دار أقبالي الصومالي صحو استعتابك أنه دبولسي نوانوين لكن معنوه حوية هذا حال بحيان استعتاب هذا إسعانتان عنانتان وعذر دار شيكتان لك أقبالي ماي مالك آياد حوية عذابك هذا كسبران إياه دينا كسبرين واسو مدوى كتنان دي كسبران دينا كسبرين واسو مدوى والقول بعد نواقع، بركي النواقع إنه إلهنا جب حيدا نعلي، إخسأوا ولا تكلمون بالقول، فيصبروا هذا الصبران نارته، ويوات كيسان ما وات كيسان كراني، فنار النار بمسون هياتي إنه اللهم يجا، ويسعتبو هذا يس عنانتان عذر دار شيغان، فما هم من المعتبين كويل لقول عذر دار أقبلي، الله علم وقيدنا، والله حديد إنه اللهم يو صاحب أنو قدقني. قرنا أكو والله حديد الشيطان معه فزينوا الشيطان مهو وحي أقرحي اللهم يقى ما بين أيديهم وحو هرته أدونك وأدونك عمل كي أي كتيرين بأقرحي يما خلفهم وحك هذا ما يؤخرنا وأقرحيان وحينهن عذابا ما تري كي دانه وحقا وحاكو واجب عليهم دشوضا القول قول العذاب باكو واجبين في أمم مع أمم أمم ضمعور قد خلت من قبله ارتوتكي ومن الجنية والإنساء إنهم يقي أمده هربا كانوا حياة خاسرين أنكوا خسارين الله سبحانه وتعالى شيطان
يا صاحب لوغد شيطان مروله يا شيطان قرصونه شيطان قرصونه كدب يا شيطان مروله هذان مروله وكل قضاده كل كهده كل ميده marka suu ku duufsano meel baas bukaari adan nin baadarki waan arkaa nin badan nin suuqayntu nin imi warkaal jaadka ila soo xud ku yidi oo meeshan aan wada fadhiisan wariyo idaafada jaadka ma cunay waa sheeydan marole sheeydan marole ma ku xog baa iska gaciye waa la dagaalamo sheeydan qasoono soo wuxuu ku filan yahay uud billaah min sheeydan inaka inda sheeydan ka raad daciifa uud billaah min sheeydan inta kali ku filan yahay marka ilaahay waxa la saaxiibin buu yiri sheeydaamo oo u qurxin waxa hortooda adduunka u qurxinaya waxa ka dambeeyo aakhirana way qurxin cadaaba ma jiraydi qowl cadaab saas ugu waajibay ummada ka horeeyayna sida unbay soo ahay qayaduna waxan la xiriirinayna lahum iyaga qurana akuwa la xiriira fazayanu quranadu waxay u qurxin lahum kuwan ma baynaydiin wax hortooda oo amalkan adduunyada ay ku hayaan bay u qurxin aad qumantahay bay leeyihiin iyo khalfan waxa ka dambeeyo aakhiray u qurxino cadaaba ma jiraylayn وحق وحكو واجب عليهم دشوضة القول قول عذاب في أمم مع أمم أمة معور وقد خلتك من قبل يقرطوتك ومدها سو من الجن والإنساء إنهم كل قد كانوا وحيدين خاسرين وكوا خسارين وقال الذين كوا وحيدين كفروا قابلوا بالله تسمعوا هلقي سننا لهذا القرآن القرآن كان محمد أقريه هلقي سننا والقوا فيه كبوقا لعلكم تغلبون سيادوك قالب لغتان وهو قريب وقرن واي قال الله وحوني فلنذيقن وعدد السينين الذين كوي كفروا قالوا بعذابا عذاب شديدا وآذك ولنجينهم وانكو أبا المرينين أسوأ الذي كي كأغوحن كانوا يعملوا لكم عمل فلا عمل سمين كي أغوحن وبلغ المعرض أبو جهل بايني وانك تيك لهذه النبي كوي وحال واي وحي كل الدولان ويقرن واي وصوض أفجاري barkaasiin quraanka la dhageysanayna markuu aqriyo kubuuq foodi iyo saab iyo dhawaa inta isugu dara wuxuu aqriibaha gare way cidnayna maqlin sidaas ay ilaahdeen marka alla wuxuu leeyahay waxaan ku abaalmariyay oo ku abaalmarin doona ku gaalobay cadaab adag waxaan laga abaalmariyay amalkooda kii ugu xumaa laga abaalmariyay hadda waa sidoo kale culimadu markay wax wacdiyeeso hadii lagu buuqo ruux tashwiish galiyo waa khatar dad badan oo waxa jira culimada wacdigeeda tashwiis galiya jira waxa weeye waa khatar iska ilaali ruux ba quraan halka ku aqriya ha ku buuqin oo ha ku buuqin ama dhageyso ama adigu ba quraanka aqri ama ka fago marnaba sa ku buuqin ha ku hadlo quraanka aqriya iyo soo message ka mid kale joogo in hoos loo aqriso ay fiican tahay hadda aad hoos loo aqriyo sanayo adoo ku buuqin waqala ladina ku hayna kafaru galobay la tasmuu ha dhageysanina لهذا القرآن القرآن كروها أقبلنا والغو فيه كبوقا فوري يصعب سقدرا ينوا لعلكم تغلبون ساعد وقعد كاتان نبي محمد عدكي سمي اللي بقيت تقوها فلنذيقن وعدنا السين إن أبو ألا يلي الذين كوي كفروا قالوا بعذاب عذاب شديدا وعذاب ولنجينهم وكو أبا المرنين أسوأ الذي كي كأقوح كانوا يعملكم على الفرق وعدك سوى القرآن كا ضعيف ستوي يعني وحل أبال مريني قال لي بكسو الدكتي ما عدك سو قرآن كان ضعيف ستا وقرآن كان حرمين واسدا ذلك إقابته انت الليل جزاء أعداء الله إلهي عدو بيسا أبال كودي وي النار وي لو محاوسونا دي فيها نار تنح دار القردي دار لغو فراغي ولغا قورين جزاء أبال مرين درسيت بميشا أقواريا بما شيء لغا أبال مريني كانوا أيهايين يجحدون كوديد بآياتنا بسبب كونهم جاحدين بآياتنا الله وحليه عقابته انت على إلي وعقابته عدوه ألوه عدوه ألوه قالك يا مشركة يا بدعك النار كبدل مرك جزاؤه كبدل النار وتفسيرها بأتايو وعطف بياه دار القواري اللقاء قورين بها النار تنحذي هذا أقوته الله وحانا أبا المرنتا وحيكمتين ayadihi alla idiin subhanahu wa ta'ala dadda inta ayad ugu sheegay ila gaaladii ku soo dagtay soo ninkaas ayada ma diidi ku diiday way ima khusaysaa duuna dalika ciqaabta inta la eegi jazaa'u a'daa illah ilahi aluqisa abal koodi way annaru way wa tafsiir law bu hawsuunaad fi annar sadex daarul kulli dar lugu waaro oo laga guureeyay maxay ugu waarayaan
جزانا بالمرين وبما شيء لقى بالمرين يوم كانوا أهل يجحدون كودي ذي بآيات الآيات هاي جديد. وقال الذين كوا حيدا كفروا قالوا نار تهدى لجوجا ما دميرن بالله عبريه الله ده وح وقت أوكل دم بيام تشنو لكن الحال ده مستقبل الله سواء سقوم ده وقت جيسا على السمايو وقت هني وقت دم ما كله لله سبحانه وتعالى. وقال الذين كوا حيدا كفروا قالوا ربنا ربك يو أرنا نتوس الذين لبذي أضلنا نلمسي ومن الجن والإنس نجعلهما أن يلو تحت أقدامنا قمده يجا هوستونا ونارت هوست أنو قليني ليكونا سيودا من الأسفلين إله اللبذين اللمسي وحوي قابيل بن آدم ودم بكبير نكي أقوه رييت سيديه دم بكبير لأن قال ما هين إبليسنا وحوي شركي نكي أقوه رييوي الله ذا سأوقف وكان يقول عليه الصلاة والسلام قف كستوه حق درها اللي قد له قيب كمذا قابيل هاي سلطة قف كستوه حق درها اللي قد له قيب كمذا إلى يوم القيامة مارك إلهي والله ذا نتوس من الدنب كبيرة نكي وقوه الرئي من الشرك نكي وقوه الرئي إلهي نتوس أن هوس قلين تاكو تشوكسنو نار تهوس تبو قليني مارك دمي البحيا وحكي صادي الله سمي. وقال الذين كو حيدا كفروا قالوا بي ربنا ربك يو أرنا نتوس الذين لبدي أضلانا نلمي ومن الجن والإنس أو من الشرك أوهر سيدي من الدنب كبيرة أوهر سيدي نجعلهما أن يلو تحت أقدامنا قمده يقو هوس طولة ليكونا إنا هذا من الأسلين كو هوس كتير يا هذا وحوي يقف كسا أو بادل سمعية أو أنكته بكيني وحوضها يسوي الله سبحانه وتعالى.